نتعرف من حضرتك كمستمعين يعني إيه صندوق تطوير التعليم؟ صندوق تطوير التعليم الحقيقة هو من الصناديق المخصصة لتنمية البحث العلمي، الإضافة إليه تشجيعه، بالإضافة إلى التعليم الفني. كان قبل كده معانا كمان مدارس النيل، إنما دلوقتي انفصلت وبقى لها وحدة منفصلة، وبالتالي بقينا قاصدين على تطوير التعليم من خلال تطوير البحث العلمي والتعليم الفني بكل مجالاته. عمره قد إيه الصندوق ده؟ حوالي 8 سنين. ما هي أهم الإنجازات اللي اتحققت في تطوير التعليم الفني والبحث العلمي في وجود صندوق تطوير التعليم؟ والحقيقة التعليم الفني تقدم جدا. احنا عندنا دلوقتي في مدارس المطرية وأكاديمية المطرية، في عندنا في الفيوم برضو مجالات للتعليم الفني، في أسيوط بنستعين بالخبرات وتمويل أجنبي من خلال إيطاليا، المنحة الإيطالي والمنحة الألماني، وبنتولى بها دعم العملية التعليمية والإنشاءات اللازمة لإدارة هذا العمل. نجحنا جدا جدا فيها بدليل إن المعهد بتاع المطرية طلع الأول أفريقيا، وبالتالي ده يعتبر إنجاز كبير جدا يجب أن يحسب له، ويجب حتى كمان إن الإعلام يتكلم عنه، لأن ده يعتبر إنجاز كبير. إدارة الصندوق الحقيقة برئاسة الأمين العام للصندوق عاملة شغل كبير جدا جدا في هذا المجال. طيب لما حضرتك بتتكلم على انه معهد المطرية حصل على المركز الاول على مستوى افريقيا، ايه ماذا قدم لمعهد المطرية ليحصل على هذا المركز، وايه اللي توفر له من الناحية المادية والعلمية عشان يحتل هذا المركز، وبعدين هنفتح موضوع التعليم الفني بشكل عام في مصر؟ الحقيقة خد خبرات فنية وخد دعم مالي وخد دعم للإنشاءات، خليته بالفعل قادر على أنه يتبوأ هذه المكانة، وبالتالي وصل إلى هذه المكانة من خلال مجموعة من الأساتذة اللي بتدرس على أعلى مستوى، إدارة على أعلى مستوى، لأن الناحية الإدارية مهمة جدا لإدارة العمل في مثل هذه المعاهد، وبالتالي قدرنا نحن نوصل إلى هذه النتيجة من خلال التكامل ما بين الدعم الإداري والدعم الفني والدعم المالي. طيب دكتور محمد، واحنا بنتكلم على الإدارة قبل ما نفتح التعليم الفني، هل أزمة التعليم في مصر أو أساسها أزمة إدارة، أزمة سوء رؤية إذا جاز التعبير؟ من وجهة نظر حضرتك أين تكمن أزمة التعليم في مصر؟ أزمة التعليم في مصر لها أكثر من محور. لو خدنا العملية التعليمية هنقدر نقول إنها بتقوم على 3 محاور: أستاذ بيدرس ومناهج تدرس، بالإضافة إلى إمكانيات ووسائل للعملية التعليمية. أي ركن من دول يبقى فيه خلل، لازم النتيجة في الآخر هيبقى فيها خلل. طبعا يتوج هذه النواحي 3: إدارة سليمة، تخطيط سليم، نعرف إحنا عايزين إيه وإيه الأهداف اللي مصر عايزاها من التعليم، مشاركة من الرجال اللي بنقول عليهم رجال الاقتصاد وأصحاب المشروعات في أنهم يحددوا احتياجاتهم، بحيث أن لازم يحصل تكامل وتتحط خطة كاملة متكاملة لتحقيق الأهداف اللي مصر عايزها. طيب لما بنتكلم عن الأهداف اللي مصر عايزها، من وجهة نظر حضرتك ماذا يجب أن يحقق التعليم من أهداف في أي دولة بشكل عام وفي مصر تحديدا بشكل خاص؟ إيه الهدف اللي مفروض وزارة التربية والتعليم تربي عليه أجيال وأجيال وأجيال من خلال التربية والتعليم، مش التعليم لوحده؟ الهدف الأساسي أن يطلع خريج صالح لسوق العمل، يعني يقدر يشارك في منظومة العمل بشكل فعال، ويكون على درجة من الخلق والوعي اللي يخليه بالإضافة إلى الناحية العلمية والمهنية اللي قدر يحصلها يقدر يضيف. هو ده اللي احنا عايزين نوصله. لو خدنا محور محور يا فندم، حضرتك اتكلمت على محور الطالب ثم محور المدرس ومحور المناهج، من وجهة نظر حضرتك من له الأولوية في البدء؟ هل المنهج، هل المعلم، هل الطالب، ولا الثلاثة لازم يتم العمل عليهم متكاملين مع بعض؟ شوفي حضرتك، هو لو قدرت أقول أن الأساس فيها المعلم
أنا هستبعد الطالب دلوقتي لأن له معالجة خاصة. أنا بقول المعلم هو الأساس. ليه؟ الدولة ابتدت توفر الإمكانيات وابتدت تدرس المناهج، يعني في عندنا دراسة كاملة للمناهج عشان يتعمل عملية تطوير للمناهج الدراسية بالاستعانة بأحدث ما وصل إليه الغرب في هذه المناهج وطرق التعليم. إنما المشكلة كلها بتبقى في المعلم. المعلم مع احترامي الكامل له محتاج إعادة صقل. المعلم ليس مجرد شخص يردد معلومات درسها وبيقولها علشان يوصلها للطالب. المفروض يكون عنده قدرة على التواصل مع هذا الطالب. يعني احنا بنتكلم هنا على تقييم نفسي قبل التقييم العلمي. بالضبط. ونواحي نفسية في منتهى الأهمية أن يعاد صقل المعلم بحيث أنه يقدر يوصل للطالب بطريقة جيدة محترمة تخلي الطالب على قدر من الوعي ويوفر له القدوة. لازم الأستاذ يكون قدوة للتلميذ بتاعه. اللي بيمنع من انه ده ينفذ حاليا، واحنا بنتكلم على احنا مش بنطلب انه المسألة تبقى يعني تاخد سنين، لكن احنا بنتكلم حتى انه فكرة تقييم المدرس، فكرة انه ياخد دورات تأهيلية، فكرة انه يؤهل نفسيا للتعامل مع الأطفال. حضرتك عارف مثلا انه بره لحد من اولى ابتدائي لخمسة ابتدائي مدرس الفصل بيكون مدرس واحد مؤهل نفسيا لانه بيساهم في تكوين وتشكيل وجدان وشخصية الطفل. احنا الى اي مدى بنحط ده في اعتبارنا ان احنا نطلع اطفال غير مشوهة نفسيا تقتدي بمدرس زي ما طول عمرنا كان، اعتقد كلنا في ذاكرتنا نموذج لمدرس او مدرسين طيبين اتعلمنا منهم على المستوى الانساني حاجات كتير وبالتاكيد اثرت في حياتنا. المدرس النهارده غير المدرس زمان. يعني انا بتذكر الاساتذه اللي درسوا لي من اول مرحله الابتدائي لغايه الثانويه العامه والاساتذه اللي درسوا لي في الجامعه. كل واحد منهم كان نمط قيادي اتعلمت منه الكتير، بالإضافة إلى أن المناهج الدراسية اللي كنا بنحصل عليها مع معلم جيد بالفعل حققت كتير في شخصيتي وفي قدراتي على أن أدي نفس التجربة اللي أنا حصلت عليها أوصلها لتلميذي لما بقيت أستاذ في الجامعة. المعلم هو هقول مثلا مش أقل من 80% من العملية التعليمية. لو قدرنا نوصل بالمعلم من حيث التأهيل النفسي والقدرة على أنه يوصل للطالب المعلومات بصورة جيدة ويحل مشاكله بحيث يطلع عندي طالب خريج على مستوى عالي متقدم فاهم احتياجات بلده إيه، عنده الإحساس بالانتماء، أعتقد يبقى نجحنا في العملية التعليمية. وزارة التربية والتعليم كمجلس وزراء مسؤول وبيتابع تطوير التعليم في مصر، اللي يلزم بتطبيق القوانين، فين معايير الاختيار، فين مقاييس الاختيار، فين القوانين في المسألة دي؟ لا، هي أهم من القوانين التأهيل النفسي والتربوي للأستاذ، إن أنا لازم أحطه في محك إلى إنه يقدر يوصل للتلميذ المعلومة، يقدر يتعامل معاه، من خلال نقدر نعمل فصول كمرحلة ابتدائية بالنسبة للأستاذ، بنجيب له مجموعة من التلاميذ والأستاذ يحاول يدي محاضرة يلقيها عليهم، نقيس في نهاية المحاضرة الطالب استوعب إيه، مدى تفاعله مع الأستاذ، وهذه التجربة تتكرر، لأن العملية التعليمية في منتهى الخطورة. دي عاملة زي بالظبط خريج الطب الدكتور لما بيخش ياخد فترة تدريب اللي هي سنة الامتياز اللي بياخدها في مستشفى علشان يقدر يحسن التعامل مع المريض وتفسير المرض وتشخيصه. أنا عايز نفس الكلام يطبق على مستوى التعليم. لازم الأستاذ يقدر يوصل المعلومة اللي عنده للتلميذ بصورة جيدة محترمة، الطالب يحس بأهمية أن يتلقى هذه المعلومة من الأستاذ في فصل، ويفهم أن التفاعل اللي بيحصل جوه الفصل أهم بكتير من الدرس الخصوصي. صحيح. اللي الطالب بيقبل عليه بتفرق كتير في سرعة التحصيل كمان. هو بالتأكيد في نماذج لمدرسين ومعلمين يعني مشرفين وأكيد خبرتهم كبيرة في هذا المجال، ليه ما بيتمش الاستفادة منهم في تأهيل الآخرين؟ ليه مثلا زي بره ما بنشوف المدرس المبتدئ بيحضر مع المدرس القديم اللي عنده خبرة، اللي الوزارة في تقارير بتقيمه على انه نموذج يحتذى به، يحضر ويشوف حتى وهو طالب في كلية التربية النماذج العملية اللي بتطبق على الواقع مش بس في الكتب. هي مهمة جدا ابص لنظرة الطالب اللي دخل كلية التربية
ونشوف أهدافه إيه. النهاردة بقت أهداف الطالب إنه عارف إنه ساعة ما هيتخرج ويبقى مدرس في مدرسة هيدرس خصوصية. دي مصيبة سودة. أنا عايز اللي بيتخرج من كلية التربية أهدافه أن يربي، أهدافه إنه هي يطلع خريج قادر على إنه يستوعب المناهج، قادر على أن يتعامل مع الآخرين، قادر على أن يبدع ويبتكر. إذا قدرنا نوصل لهذا أعتقد إن هيبقى الأستاذ قد رسالته. صحيح. فعلشان كده بقول دي لو توجت بسلوكيات طيبة واختيار في البداية، لازم الأستاذ نختاره، في واحد يصلح وواحد ما يصلحش، لأن الرؤية بتاعة الأستاذ مهمة واحترام الطالب ليه بتبقى نابعة من هذه الرؤية اللي الأستاذ بيحاول يوصلها للطالب. طيب إذا فتحنا ملف التعليم الفني في مصر وهو منظومة تعليمية مهمة جدا، لكن أولا نظرة المجتمع ليها نظرة محتاجة تطوير ومحتاجة إعادة يعني تأهيل ثقافي إذا جاز التعبير، وكمان جزء منه الإعلام يتحمل أعترف خطأ أنه الترويج للفن للتعليم الفني مش واخد المكانة الصحيحة في الإعلام، وأيضا وزارة التربية والتعليم أو القائمين على التعليم في مصر بيدوا الانطباع قد يكون غير صحيح أنه يأتي في مرتبة تانية أو ثالثة أو خمسة. حتى الرؤية دي مش من النهاردة، ده الرؤية دي من زمان. أولي الأمر ما كانش ابنه بيخش تعليم عام ويتخرج يخش كلية من الكليات الأساسا كليات القمة، وإذا فشل أنه يصل إلى كليات القمة يبقى ما فيش ما يمنع أن يخش في كليات أقل في المجموع. ما فيش حاجة اسمها قمة وأدنى، لا يعني صحيح. أقل يمكن بتبقى في المجموع. السبب المشكلة أولياء الأمور، هم اللي عايزين أبنائهم يطلعوا خريجي تعليم عام الأول من مرحلة الثانوي وبعدين يتخرج من جامعة. الرؤية دي لازم تتغير عندهم. التغيير ما بيكونش المحور الوحيد اللي فيها الدخل المادي. احنا عارفين النهاردة الناس اللي بيشتغلوا بمؤهلات فنية دخلهم المادي أكبر بكتير من خريج الجامعة. صحيح. فالتشجيع مش هيبقى بس كده، التشجيع هيكون على هو قدر يحصل إيه وإمكانياته إيه ومدى قناعته بهذه الإنجازات اللي بيقدر يحققها من خلال التعليم اللي حصل عليه. لو قدرنا نوصل لأولياء الأمور هذه الرؤية ونقلها للأولاد أعتقد الكلام ده هيحقق إنجاز كبير بالنسبة للعملية التعليمية.